أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المسلم إذا تصدق بالصدقة يدخل في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ نعم، رجل من السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. وجاء في الحديث أن المرء يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. نعم.